له الفيديو لأخوك من الثاني قرب الفلاحي. هذا هما لي زاجونس الكبار ديال القرض الفلاحي وديال لا بي ام سي. كاين حتى لاجونس الكبيره هنا ديال هاد السينيسيس. تمسنا غير هنا اللي كاينه ما خدامين معايا ما تسلم معايا عامله باقيين كيديروا نونتروتيان. الرحيمي ولا كيدير اليونز ولا كيدير الاشهار واخا وجهو ماشي ديال الاشهار كرا بالي بحال قد السنان. شارع محمد الخامس راه بيدوني نقاش هو شارع ما فيش هما دوك حضر تبارك الله دوك كيهزو السنان. قلت لك هذا الشارع ما فيش النقاش علاش ما فيش 30 كيلومتر في الساعة راه فيه 50 غير هو كاين بنادم هنا اللي ما كيمركش كيتمشى أكثر هو يجيبها في راسو. كل ما احترمتي القانون كل ما كتخاف والو. حتى هنا راه كاينه تام سنافي حتى هاد الشارع هذا راه فيه تام سنافي. التليفيريك اللي بغا يمشي ليه راه كاين على الدوره من هنا على اليمين. جوج خطوات ب 16% تيليفيري والله كتطلع كيقول لك نزل ياك 16% باش كيمشيو ليا ولا ما عرفتش والله ما عرفتش شحال دابا يقدروا ينقصوا الثمن دابا يمكن مع هذا سالة الصيف. الريجي طابا هذا اللي كاين هنا جديد هذا كيبيع واحد الكاشير سبيسيال كيجيبو من الصفر ديال المعادن كيجيبو ديال شي 130 درهم لكيلو. ديب هذا حتى هو اصلا هنا راه كاين شي بنايات كاع ما طاحو بالزنزات. الفيديو الاخيره الخطه نديرو على الطريق السريع الحضاري.